أهلا بكم. من خيمة إلى أخرى، ما زلنا ننقل واقع النزوح المأساوي والصعب الذي تعيشه الأسر الفلسطينية النازحة في منطقة المواصي جنوب القطاع، ونحن نتنقل بين هذه الخيام. وجدنا هذه العائلة الفلسطينية النازحة من شمال القطاع، وهي عائلة أبو حلاوة التي نزحت قصرا تحت النار واضطرت لأن تتنقل من مكان إلى آخر في ظروف إنسانية صعبة وقاسية. هذه ليست العائلة كاملة، جزء من هذه العائلة يتواجد في شمال القطاع وهو معيل هذه الأسرة النازحة، لذلك فاقم هذا الأمر أوضاعها في مناطق النزوح، فهم يفتقدون لكل مقومات الحياة كما نشاهد هذا المكان الذي تعيش فيه هذه الأسرة. هي خيمة في وسط مخيمات النزوح وبداخلها عدد قليل من الفراش، ومكونة من بعض المقومات البدائية، الأخشاب والنيلون، وهو واقع يعيشه جميع النازحين في هذه المناطق. ليس التشتت فقط هو ما أصاب هذه الأسرة، بل من بين أفرادها هو قد ارتقى شهيد في عداد الشهداء الذين استشهدوا في شمال القطاع، وارتقى هذا الشهيد وهو حمزة بعد أن تشتتت أواصر هذه الأسرة. لذلك من يتواجد في هذه المناطق لم يستطع أن يشاهد حمزة، وأمه لم تستطع أن تودعه كباقي عائلات الشهداء في هذه المناطق. نقترب من هذا المشهد مع هذه العائلة ونطلع عن قرب حول قصة هذه العائلة. السلام عليكم، كيف حالك أختي؟ الحمد لله تمام. الله يحفظك. يعني ليس واقع النزوح القاسي فقط، أنتم مررتوا بتجربة كثير صعبة، تشتتت الأسرة، استشهد ابنك، احكي ليش القصة؟ كنت احنا طلعنا من تحت الدمار، القصف فوقينا وتحتينا، تشردنا، جينا على المدارس، ابن ما رضيش يطلع، ضل عند الدرس وحزن عليهم، احنا جينا عند الحاجز، هذا ضاع وهذا ضاع، قعدنا ندور على بعض، وابنه ذاك روح، وخليت جوز يروح له بعد ما وصلنا على الحاجز، وعسبت السر هدنا ما هدنا ونرجع استشهد هناك. وشتتنا من مكان لمكان آخر، انت شايف عيشتنا، لا في حمام زي الناس ولا أكل ولا أي إشي، وربنا يعني زوجك اللي هو معيل الأسرة هذه وين موجود؟ الشمال ضلوا عندي احنا هناك. لكن تشتت الأسرة أثر عليكم؟ كتير صدمنا، صدمت عمرنا بالنسشد، ما شفناهوش ولا ودعناه، هذا دائما بيشتاق له، وهذا دائما بطل زي أول، كلنا تهنا عن بعض، حتى لو كان معنا خلاص اسمه الحياة قستنا من بعده، جزء من الشقة وبنتي من الشقة كمان، وابن شهيد برضه من شقة، ودار عمي من شقة، حياة قستنا. يعني تراكمت عليك كل صنوف، كل صنوف المعاناة، كيف عايشين؟ الله رمى بنساش حدا، ومن التكي وهذا بيشتغل بعمل 10 شيكل 15 شيكل، ومن هالناس بيعطونا من هالحبايب الجيران قد الحال ماشي. لكن يا اختي انت مش نازحة لك يعني ايام بسيطة، انت نازحة لك شهور، فاكيد شهور ضغطي فيها كل ويلات النزول. فعلا اول اشي نزحنا خان يونس منطقة كلية التكنولوجيا، بعدش من رفح، بعدين الشيخ خان يونس جامعة الأقصى القدس، وهينا بالنسبة بنمشي المشوار، الله أعلم إيش بده يصير فينا. كيف مسألة إنه الإنسان يتنقل من مكان لآخر في الخوف والقلق والقصف؟ شعور صعب والله، ربنا ما يدوك على حدا، شعور صعب والله. لكن تستطيعي في ظل غياب معيل الأسرة إن أنت توفر احتياجات الأسرة؟ يعني أنت عندك 3 من أبنائك. لا مقدرش والله، أغلب شيء من الناس مدي دينا للناس، ناخذ منهم خبز أو طبيخ أو أي إشي، مرتك بتجيش عندنا ولا بتوفر إلنا أي إشي، وما فيش كابونات، ما فيش مساعدات، ما هي وقفة التكية، هاي حالتنا، وهذا فيش عند أوعي زي ما هو، أيوة، والبنت فيش عندها أوعي، أيوة.
واحنا مقبلين على فصل الشتاء. هنا طلع الخيم كيف طلع على عفشة وأواعينه وحالتنا كيف. خايفين نضل الشتاء هيك مستمر علينا، مش عارفين أصلا بدنا نروح لمين، بدنا نطلب النجدة. ايش بتتمني يا اختي؟ كل شيء، نرجع على غزة، نرجع على بيتنا لأولادنا لبلادنا، نفسنا نبص أراضيها، هاي كل اللي بدي بتمناه. وأنا بتمنى يزبطنا الشادر ما روحناش، يجيب الأوعى للأولاد، أكل منيح كويس من إلهم، مساعدة، اجتمع الأسرة، اجتمع الأسرة ونلم الشمل. هل بتبلى؟ أكيد في تخيلك لما تسرحي في موضوع أن أنتم مشتتين، حتى تخيل يوم أن أنتم تعودوا كما كنت سابقا؟ إن شاء الله، إن شاء الله في أمل كبير إن شاء الله. أكيد دائما الأمل في وجه الله عز وجل. وضع يعني صعب جدا لهذه العائلة في هذا المكان الضيق الذي بالكاد نحن نستطيع التحرك في هذا المكان. هذا طه أخو الشهيد حمزة وابن هذه السيدة. طه يعمل في أعمال متقطعة من أجل الحصول على قوت يوم صح. صحيح، الحمد لله على كل حال. كيف الوضع طه؟ والله الحمد لله دائما على كل حال، يعني الواحد والله العظيم الواحد بروح بيحرج حاله للناس، ياخذ له منهم 100 شيكل اللي تشغل فيه في السوق، وش اللي بيعملهم في الشغل الكرتون ما بتعملش 2 شيكل 3 شيكل، ضلك ماشي فيها في السوق، ينزل منك العرق يصبصب، تيجي وانت بتبيع ما بتعملش 15 شيكل بتاخذ من مسار الناس، بتروح كأنك بتحس انك مروح حضاره، لا بتلاقي ميه، بترجع كمان بتدب ميه، وبترجع من اخر الدنيا من تحت تجينا مي على البوابه وبنحمل. والله الواحد صار شعره شايب من التفكير، والله عظمنا كشباب احنا ذاب في جسمنا، بطل فينا حيل، احنا صرنا ختياريين على اللي نشوفه. وكل يوم غشي بصحى نأذن الفجر بننزل على المية، بطلع الصبح بنزل على الشغل، من الشغل بظني للعصر برجع بدب مي حلو، ما يدب مي مالح، لا انا ملحق اغسل، لا انا ملحق للمية للغسيل للتحميم، وغشي معنا الشتاء والمواد التنظيف صارت غالي، الواحد يعني صار يجلف، يجت ايام علينا نجلف الرمل. والحمد لله طبعا على كل حال، لكن بتكابد كل يوم في هذه الحياة، في نتيجة لطلعتك ونزلتك يعني في نتاج للشغل؟ والله العظيم حاليا والله يمكن الأسبوع قاعد أسبوع، يعني خلاص مش عارفهم بدي أروح، أنا مش عارفهم نروح، أقسم بالله بتجيك أوقات تنخنق وبتبعد عن الدنيا كلها، بنزل على البحر خلاص تبقى مخنوق، تحس إنه أنت حتى الآن مش مصدق اللي أنت مرت فيه، 9 شهور يمكن 10 شهور برا البيت، يعني وين أبوي في منطقة، أخوي في منطقة، يعني لو بس أخوي موجود اللي بس يسندني شوي، لو أبوي هون موجود شيل لنا طبعا. الحمد لله أخوك شهيد، الحمد لله قدر الله وصار، يعني أبوي لما قال أبوي بدك وصلنا الحجز قال لي بدي أروح أنا أجيب أخوك، قلت له ماشي، هيني بستناك وين في الجنوب في خان يونس عند نسيبي، روح يجي. بعد أبوي مريض معه الكلب والضغط يبعد عنك شر عن الجميع، راح يجيبه لما صار سكر الحواجز صار ضرب كدفة حصره، ظلهم قاعدين سكر الحاجز ما قدروش يطلع، أخوي استشهد من بين أصحابه كان في شارع ماشي استشهدوا وياه، أبوي تك على الآخر يعني فيش فيه يعني حيل، يعني ظل غاد عند دار سيدي، يعني هو له نفس هاي حاليا يجي هان، بس هو خلاص لما بيمشي وبطلع هذا من خلقه بتوخ، ما عنده القدرة أنه يقطع المسافات الطويلة ويمر عبر الحواجز الإسرائيلية، ما بقدرش. وقعد كل ما برن علي هذول أمان الفرقة بتك، هذول أمان الفرقة بتك. أنت شاعر أنه هذا حمل ثقيل؟ والله العظيم حملنا على الله، حمل ثقيل الحمد لله. لكن في الفترة اللي أنت قاعد فيها من وين بتدبروا امورك وكيف تاكلوا وكيف تشربوا؟ والله العظيم لما بصح لي شغل هان بفر هان، الواحد بالامكاني بيبيع لمواد التنظيف بيعمل له 15 شيكل 10 شيكل، والله العظيم بنحط عليه، يعني الوضع صعب صعب كثير،
يعني مش زي ما كنا نتخيل. انا بكونت في غزه مثلا عمل لي 30 شيكل، بقت لي ايام العاديه وش 15 شيكل بتعمل اليوم، والله العظيم ما بتجيب حاجه. أكيد. روح انزل على بنزل على السوق بندوره كيلو البندوره حق 20 شيكل، اي والله لو تمسكها بتقول له بيش، بقول لك 20 شيكل حق، اي والله لو تمسك لو تكهربت ولا تمسك، ما عندك قدرة إن أنت تقدر فيش ما تشتري. تقدرش. عايشين على الفلافل، عايشين على الفول، نقدر والله خبز ما بنقدر ما نخبزه، هي الطحينة أنا والله الخبز نستنى الخبز آخر الليل عشان ناخذ 5 شيكل. أكيد يعني تكابدون الحياة كل يوم من أجل أن تحاولوا الحصول على المأكل والمشرب. أيضا هذه الفتاة هي من ضمن العائلة التي انتقلت إلى هذه المناطق في منطقة المواصي وتعيش مع هذه العائلة ذات الظروف. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يحفظك. يعني بتعيش مع عائلتك نفس الظروف الصعبة والقاسية. كيف بتمر عليكم الأيام؟ الأيام صعبة كتير، كل يوم بنعاني في مشاكل من مية، نصحى الساعة 2:30 3 الفجر نستنى شحنيتها المي لما تجي، وفي بعض في مرة بنعبش فيها. يعني انت بتوزع الحمل بينك وفي الخيمة، يعني في ناس بتعبي مي، في ناس بتعمل بترعى التكية. صحيح، انا مرة بعبي مرة هو مرة هاد برعى التكية. قديش عمرك تقريبا انت؟ 17. طب بتقدر على الحمل هذا؟ حمل تقيل علينا كتير، احنا مش قده. طب ايش اللي جابلك انه تتحملي كل هذا الثقل؟ الظروف هيك فرضت علينا، هيك ربنا كتب لنا يصير. بيجي في مخيلتك انه والدك مش موجود، اخوك شهيد، ايش اللي بتفكر فيه وقتها؟ كتير كتير بنتدمر، نفسيتنا بتتعب، خاصة لما نفكر للأشخاص اللي راحت. مشتاقة للوالد كتير، خصوصا انتو منقسمين مشتتين فترة طويلة. اشي طبيعي نكون مشتاقين لهم، كتير كتير اشتقنا لهم. طب وجهي له رسالة يمكن بسمع كلام. وجه له رسالة خليه يشوف ويسمع. اشتقنا لك والله يا بابا. احكي له ايش بدك توصلي له، اعتبريه قاعد قدامك وبده يسمع منك. بس انضمه، نفسي انضم اخوي. بسنا نلتم في الجماعة هيك أسرة مكتملة زي الأسر اللي بنشوفهم، كل ما بشوف حدا مع أبوه بتحصل. إيش تتمني؟ أرجع وأضم بابا. بدك تنتهي هذه الحرب وترجع الأسرة كما كانت سابقا؟ أكيد، مش أكيد تكون هيك. شكرا يا عم. مشاهدينا الكرام، هذا جزء بسيط من واقع الفلسطينيين وواقع هذه الحرب الإسرائيلية وتداعياتها الكارثية على هذه العائلات الفلسطينية النازحة التي تموت قهرا كل يوم بسبب هذه التداعيات الكارثية. عائلة مشتتة بالكامل، وأيضا من بينها شهيد، وتعيش في هذا المكان في ظروف نزوح قاسية وصعبة، وهي نموذج من مئات آلاف العائلات الفلسطينية التي تعيش في كل مواقع النزوح من رفح حتى وسط القطاع، وستتواصل معاناة هذه العائلات إن استمرت هذه الحرب المستعرة والشرسة على الفلسطينيين. من منطقة المواصي من أقصى جنوب القطاع لقناة الجزيرة مباشر، جمال عدوان.